بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الصلاة وعقوبة تاركها. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وتوفيقه وإعانته، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلقه وأكرم رسله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوعنا في هذه الكلمة هو كما سمعتم موضوع يهم كل مسلم، تهمه نجاته من عذاب الله، وبالدرجة الأولى يهمه خوف الله سبحانه وتعالى والقيام بعبوديته، ألا وهو موضوع الصلاة وحكم تاركها. الصلاة يا عباد الله، كما لا يخفى على الجميع مكانتها في الإسلام، فهي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإن الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فكون الصلاة جاءت في الدرجة الثانية بعد الشهادتين مما يدل على أهميتها في الإسلام ومكانتها في الدين، وأيضا مع كونها هي الركن الثاني من أركان الإسلام الموالية بالترتيب الشهادتين، فإنها عمود الإسلام، كما جاء في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهي عمود الإسلام. ومن المعلوم أن أي بناء لا يقوم إلا على عمود، فإذا اختل العمود أو فقد انهدم البناء. كذلكم الإسلام لا يقوم إلا إذا تحقق وجود الصلاة وأقيمت الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية هذه العبادة أنها محل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وإسماعيل قال الله تعالى عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. والله تعالى قال لموسى: وأقم الصلاة لذكري، وهل أتاك حديث موسى، إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعيسى عليه السلام يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني بالصلاة. وهذه العبادة مما يدل على أهميتها أن الله اختصها بأحكام لم تكن لغيره، من ذلك أنه أمر بالطهارة لها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهر. كما أمر بطهارة الثياب وطهارة البقعة التي يصلى فيها، وجعل من شروطها استقبال القبلة الكعبة المشرفة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني في الصلاة. وكذلك أمر ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شرع لها الأذان بأعلى صوت حين يدخل وقتها، إعلاما بدخول وقتها ودعوة إليها، وجعله شعارا من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا بد منه: حي على الصلاة حي على الفلاح.
في اليوم والليلة 5 مرات ينادى على رؤوس الأشهاد بهذا النداء دعوة لهذه العبادة وحضورها وإقامتها. تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة أمرا بها، أمرا بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة عليها، ووعدا بالثواب والجنة والفردوس لمن داوم وحافظ عليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ الأعمال الطيبة بذكر الصلاة وختمها بها، مما يدل على أهميتها ومكانتها وفضيلتها. المشي إليها عبادة، المشي إلى الصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى. يكتب الله خطى الماشي إليها، يكتبها لكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة قلت خطاه أو كثرت. انتظارها عبادة، الذي ينتظر الصلاة لا يزال في صلاة، له أجر المصلي. وانتظارها رباط في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. شرعها الله سبحانه وتعالى، فرضها على نبيه وعلى أمته ليلة الإسراء قبل الهجرة، ولم يؤمر بشيء من شرائع الإسلام بعد التوحيد قبل الصلاة، حيث شرعت فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قبل أن يهاجر إلى المدينة، حين أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه في السماوات فوق السماوات حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العظيم. فرض الله عليه الصلوات في هذا المكان وتلك الليلة العظيمة، ولم يكن هذا لشريعة من شرائع الإسلام غيرها، ما يدل على أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يكفر لمن حافظ عليها وأداها، يكفر عنه الذنوب الصغائر، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى من درنه، يعني من وسخه شيء. كذلكم الصلاة من حافظ عليها وأداها فإن الله يكفر بها عنه الخطايا، يعني الصغائر من الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم صلوات 5 كفارة لما بينهن مع ما ذكر معها من الأعمال إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من أعظم فضائل الصلاة. الإنسان في هذه الحياة معرض للخطأ ومعرض للسيئات، ولكنه إذا فعل الأسباب التي يكفر الله بها عنه خطاياه فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطاياه كما وعد بذلك. وأعظم المكفرات للخطايا الصلوات 5 إذا حافظ عليها المسلم. الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يرتاح فيها من هموم الدنيا وأشغالها، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها، قال أرحنا بها. فيرتاح عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة، لأنه يدخل على ربه عز وجل ويناجيه ويدعوه ويقف بين يديه ويركع له ويسجد له، فهو يدخل في نعيم وسرور ولذة لا يساويها لذة. والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة على مشاق الحياة، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر بالاستعانة بالصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط لقضاء الله وقدره،
والصبر أيضا على طاعة الله، والصبر عن محارم الله. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله بأن يلزم الإنسان نفسه القيام بطاعة الله عز وجل والمحافظة عليها، وصبر عن محارم الله بأن يكف نفسه عن المعاصي، لا يحتاج إلى صبر لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا يحتاج الإنسان إلى صبر مع نفسه ومصابرة في إمساكها عن الشهوات المحرمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري على العبد فلا يتلفظ إلا بخير ولا يعمل إلا خيرا ولا يجزع ولا يسخط. ومع الصبر بأنواعه الثلاثة يستعين بالصلاة، فإن الصلاة يفرج الله بها الهموم وينفس بها الكرب، وهي اتصال بالله سبحانه وتعالى. ما ظنكم بعبد يتصل بربه في اليوم والليلة 5 مرات يدعوه ويتضرع إليه ويسأله ويلجأ إليه، مع ما يزيد على ذلك من النوافل لمن وفقه الله؟ الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي، ما لم يلتفت المصلي في صلاته يلتفت إما بقلبه وإما بجسمه، فإذا التفت أعرض الله عنه، لكن ما دام مقبلا على الله بقلبه وقالبه وقوله وفعله فإن الله جل وعلا يقبل عليه في صلاته. وأي مقام أعظم من هذا؟ أن تقوم بين يدي الله والله يقبل عليك ويسمع دعاءك وتضرعك ومناجاتك مع قربه منك سبحانه وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه. تقف بين يديك 5 مرات، لا سيما إذا كنت مكروبا أو واقعا في شدة، فأقرب طريق إليك لحل هذه الشدة هو الصلاة. قم بين يدي ربك بالفرائض وبالنوافل أيضا، استعينوا بالصبر والصلاة. ويقول سبحانه وتعالى ثم قال في ختام: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشع في صلاته هو الذي يتلذذ بها وتكون قرة عينه وصلة قلبه بربه، أما الذي لا يخشع في صلاته فإنه لا يجد هذه اللذة، وتكون الصلاة عليه سجنا وحبسا، لأنه لا يتلذذ بها ولا يدرك سرها ولا يجد أثرها على قلبه، إنما هي عنده مجرد حركات رياضية، مجرد قيام وقعود من غير أن يتلذذ بسرها وحكمتها. فهذا لا تكون الصلاة ثقيلة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك ما ليس شيء أشد من الصلاة على أهل النفاق والكسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لأن المنافقين ليس في قلوبهم إيمان، ولا يأتون الصلاة عبادة، وإنما يأتون الصلاة من باب المجاملة والمراءاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. 6 صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنافق: لا يقوم إليها إلا كسلان، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يرائي الناس فيها ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يؤديها في وقتها، لا يؤديها مع الجماعة، لا يطمئن فيها وإنما ينقرها نقرا. هذه 6 صفات في صلاة المنافق والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. أما صلاة المؤمنين فإنها صلاة تتصف بالعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع، فمن لم يخشع في صلاته لا يجد لها لذة أبدا. وإنما تكون طمأنينة الإنسان في صلاته بقدر خشوعه، ويكون نقره واشتغاله عن صلاته بقدر ضعف الخشوع في قلبه. ولهذا يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلق الفلاح على الخشوع، فمن لم يخشع في صلاته فلا نصيب له في الفلاح ولو صلى ظاهرا وأدى حركات ظاهرة، لكن لم يخشع في صلاته ويطمئن فيها فإنه يفقد هذا الفلاح، لأن الله رتب الفلاح على الخشوع. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبقدر ما يخشع الإنسان خشوعا كاملا أو خشوعا أقل من ذلك يحصل له من الفلاح بقدره. ولهذا لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، قد يكتب له صلاة كاملة وترفع صلاته إلى السماء ولها نور وتقول: حفظك الله كما حفظت،
وقد يصلي صلاة صورية لا تتعدى رأسه ولا يرفع لها ولا ترفع إلى السماء، بل تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعك. قد يصلي الرجلان أحدهما إلى جنب الآخر، وأحدهما ترفع صلاته ولها نور ولها فضل عظيم، والآخر لا تتعدى صلاته رأسه ولا يثاب عليها، وينصرف منها كما دخل فيها. ذلكم هو الذي دخل فيها بغير حضور قلب وبغير خشوع. والله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب، ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، إلى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظروا كيف قرن الصلاة مع الصبر، ولا سيما عند نزول المصائب المجحفة في الأنفس وفي الأموال وفي الأولاد. فإذا امتثل المؤمن هذا الأمر الرباني واستعان على هذه المصائب ومواجهتها بهذين الأمرين العظيمين الصبر والصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويحول هذه المصائب إلى أجور وحسنات وثواب، ويحول هذه المحن إلى منح. أما من جزع وتسخط ولم يرضى بقضاء الله وضيع فرائض الله، فإن هذه المحن تكون عقوبات عاجلة، وما بعدها أشد وأعظم والعياذ بالله. هذا من فضائل الصلاة، أن الله قرنها مع الصبر في مواطن من كتابه، ومعروف مكانة الصبر من الدين. الصبر نصف الإيمان أو نصف الدين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدين نصف صبر ونصف يقين. الصبر مقامه عظيم، وكون الصلاة قرنت معه دليل على عظمتها أيضا. ومن فوائد الصلاة ما نوه الله تعالى به في قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. فالصلاة تنهى عن يخشى المنكرات، لأن الصلاة تربيه على الإيمان وعلى كراهية الفحشاء وكراهية المنكر والابتعاد عن هذه الأمور، بل تربيه عن الجزع وعن البخل والشح، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة تنهى عن الجزع عند المصائب والشدائد، تنهى عن الهلع، تنهى عن البخل والمنع، وتحث على الخير لأنها مفتاح الخيرات كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الراجح في تفسير هذه الآية أن الفائدة العظمى في الصلاة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر، يعني أكبر فوائد الصلاة ومنافعها، لأن الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى. من أعظم الذكر لما تشتمل عليه من أنواع العبادة من قيام وركوع وسجود وجلوس بين يدي الله، هذه أفعال عبادة. كذلك الأذكار، وأعظمها القرآن العظيم، وأعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة ركن في هذه الصلاة في كل ركعة منها، وكذلك ما فيها من تكبير وما فيها من تسبيح وما فيها من دعاء وما فيها من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من تحيات لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وتمجيد له. أنواع من العبادات، وأنواع من العبادات القولية والفعلية في هذه الصلاة التي لا تستغرق من حياة المسلم إلا بضع دقائق، ولا تأخذ عليه وقتا طويلا يعطل عليه أشغاله وأعماله، وليس هي في وقت أيضا يقلق الإنسان، وإنما هي في أوقات مناسبة، في أوقات مناسبة لا تعطل الإنسان عن أعماله ولا تأخذ كثيرا من وقته، وهي دافع قوي إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. وترون هذا ظاهرا، ترون هذا ظاهرا على الذين يحافظون على الصلوات، تجدون عندهم طيب النفس ونور الوجه وحسن الخلق وحسن المعاملة. في الغالب إن حصل شيء من الخلل فلنقص في صلاته،
لكن هي تؤثر تأثيرا عظيما على سلوك الإنسان. وانظروا في الذين والعياذ بالله حرموا من هذه الصلاة، تجدون على وجوههم الظلمة والانقباض وضيق الصدر وسوء الخلق وقبح المنطق، تجدون هذا ظاهرا على الناس، تجدون المصلين وتجدون غير المصلين. فإذا قارنتم بين الصنفين أدركتم سر الصلاة وعظمتها. ثم أيضا كما نعلم الله جل وعلا في الآيات يقول أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، فالمطلوب إقامة الصلاة، ليس المطلوب مجرد صلاة، بل المقصود صلاة قائمة. قائمة بمعنى أنها صلاة صحيحة توفرت شروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها وحضور القلب فيها، هذه هي الصلاة القائمة. فإذا أقام المسلم الصلاة كما أمر الله حصلت له هذه الخيرات العظيمة العاجلة والآجلة التي وعد الله جل وعلا بها المصلين. وفي الحديث أن الشيطان يأتي الإنسان إذا نام ويعقد عليه 3 عقد ويقول له ارقد فإن عليك ليلا طويلا. فإذا وفق الله المسلم فاستيقظ للصلاة وذكر الله انحلت أولى العقد، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس. وإذا بقي والعياذ بالله في أسر الشيطان ولم يقم بصلاة الفجر ولا يذكر الله فإنها تبقى عليه عقد الشيطان ويصبح خبيث النفس كسلان. هذا ترونه على تصرفات الخلق اليوم، تجدونهم خبثاء النفوس كسالى دليلين خائفين، وتجدون المصلين شجعانا رجالا أهل نجدة وأهل خير وأهل طاعة وأهل شهامة، لأن الصلاة لها تأثير على الرجال. هذه بعض فوائد الصلاة وحكم الصلاة. أما حكم تارك الصلاة والعياذ بالله، نحن عرفنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعرفنا أنها عمود الإسلام، وعرفنا ما فيها من الفوائد العظام، وعرفنا ما يحصل عليه من أقام الصلاة من المنافع العظيمة العاجلة والآجلة. أما من ضيع الصلاة ولم يقم الصلاة فهذا إنما ضيع نفسه وأبعدها عن ربه سبحانه وتعالى وسلمها للشيطان الذي هو عدو. حكم تارك الصلاة متعمدا، إن كان تركها، أولا نعلم أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه بإجماع المسلمين قد فعل ذنبا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك، هذا لا نزاع فيه ولا خلاف أن ذنبه هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لم يخالف في هذا أحد من المسلمين. وأن إثمه أعظم من إثم الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم، هذا لم يخالف فيه أحد من المسلمين. وإنما الخلاف في حكمه هل يخرج من الإسلام أو لا. إن كان ترك الصلاة جاحدا لوجوبها يرى أنها غير واجبة وأنها من الأمور العادية ومن العادات التقليدية كما يقوله بعض المخدوعين، يرون أن الصلاة عادات وتقاليد للمجتمعات، من كان هذا شعوره نحو الصلاة فهذا مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. حتى لو صلى وهو يعتقد أن الصلاة غير واجبة وأنها مجرد عادات وتقاليد، أو يرى أنها طيبة وفيها أجر لكنها سنة، يقول سنة ما يبالي مستحبة، فهذا كافر بإجماع المسلمين لا خلاف في كفره، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة وركنيتها في الإسلام. أما إذا جحدها تكاسلا مع إقراره بوجوبها يعترف أنها ركن من أركان الإسلام ويعترف أنها واجبة في الدين ولكنه تركها من باب الكسل والتهاون، فهذا أيضا كافر الكفر الأكبر على الصحيح من قولي العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما قال العلامة ابن القيم، كافر. وهو مذهب أو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك والأوزاعي وإبراهيم النخعي جمع من أهل العلم، بل إن ابن القيم رحمه الله حكى إجماع الصحابة على ذلك.
لأنهم منهم من صرح بكفره ومنهم من لم يظهر منه مخالفة في هذا الأمر، فهم مجمعون على كفر تارك الصلاة ولو كان متكاسلا. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله سبحانه وتعالى أمر بقتال المشركين، أمر بقتال المشركين إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة. فإذا تابوا يعني دخلوا في الإسلام ونطقوا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا من إخواننا في الدين، وإذا لم يكونوا من إخواننا في الدين فهم كفار، لأن الإنسان بين أمرين: إما مؤمن أخ للمؤمنين، وإما كافر أخ للكفار. والآية تدل على أنه لا يكون أخا للمؤمنين إلا من أقام الصلاة، وتدل على أن من لم يقم الصلاة فليس له أخوة للمسلمين، معنى هذا أنه كافر والعياذ بالله. من الأدلة من القرآن كذلك قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ سقر هي النار والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا قال في أول: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى آخر الآيات. ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب؟ وهذا من رحمة الله بالمسلمين أن يعرفوا سبب دخول النار ما هو، لأجل يتجنبوه. ما سلككم في سقر؟ لأن دخول النار لا بد له أسباب، كما أن دخول الجنة لا بد له أسباب. الله جل وعلا لا يظلم أحد، لا يدخل النار إلا من يستحقها، ولا يدخل الجنة إلا من يستحقها. ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا جواب واضح في أن تارك الصلاة كافر وأنه من أهل سقر. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني منعوا الزكاة الواجبة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه جرائم أوردتهم جهنم، أولها ترك الصلاة، وآخرها التكذيب بالبعث والحساب والجزاء. ومما لا شك فيه وبإجماع المسلمين أن من جحد البعث وجحد الحساب أنه كافر، فكذلك ترك الصلاة ذكر معه، فلولا أنه كفر لم يذكر مع جحود البعث والحساب، بل ذكر قبله، ذكر بالدرجة الأولى، ثم قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على كفرهم، لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكافر ليس له شفاعة ولا تقبل له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فكونهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين هذا دليل على كفرهم، لأنهم لو كانوا من أهل الإيمان لنفعتهم شفاعة الشافعين. فهذا دليل واضح من القرآن على كفر تارك الصلاة. ومن فرق بين إنكار البعث وترك الصلاة فهو تفريق من غير دليل، لأن الله سوى بين الجريمتين في الآية الكريمة أو في الآيات الكريمة، فمن فرق بينهما قد فرق من غير دليل. كذلك مما يدل على كفر تارك الصلاة أن الله سبحانه وتعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذلكم في أهل النفاق والعياذ بالله. إذا كان يوم القيامة فإن المؤمنين يؤمرون بالسجود إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى، يؤمرون بالسجود، فيسجد أهل الإيمان الذين كانوا يسجدون له في الدنيا طاعة وإيمانا، ويريد أهل النفاق أن يسجدوا فلا يستطيعون، تتصلب ظهورهم حتى تصبح كصياص البقر، يريدون السجود يحاولون فلا يستطيعون. موقف مخزن والعياذ بالله أمام رب العالمين وأمام الخلائق. لماذا؟ قد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون، ليس فيهم ما يمنعهم من السجود، لكنهم تكبروا وامتنعوا من السجود، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن سلبهم الاستطاعة في هذا الموقف، لأنهم كانوا في الدنيا لا يسجدون لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فالذي يمتنع من الركوع لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي الصلوات الخمس
هذا يكون كافرا، كيف يكون مؤمنا وهو لا يركع لله ولا يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي ما أوجب الله عليه؟ ففي مطلع الآيات يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا سوى. وفي ختامها يقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فدل على كفرهم والعياذ بالله، وأنهم مجرمون لا يساوون بالمسلمين الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وانقادوا لطاعته وعبادته في الدنيا. وقال سبحانه وتعالى فإذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا دليل على كفر تارك الصلاة. لا صدق يعني لا آمن، ولا صلى جمع بين عدم الإيمان وعدم الصلاة، فقرن الله عدم الصلاة مع عدم الإيمان، لا صدق ولا صلى، وقرن ترك الصلاة مع ترك الإيمان، ولكن كذب وتولى. كذب يعني لم يؤمن، وتولى يعني لم يصلي. فترك الصلاة هذا تولي وإعراض عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن طاعته، فهذا دليل على كفر تارك الصلاة، وهو دليل واضح لمن تأمله. كذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. من ذلك ما في صحيح مسلم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الكفر، ما بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر. هذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة مطلقا، سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بوجوبها لكن تركها تكاسلا، لأن الحديث لم يفصل. وأيضا جاء الكفر معرفا بين العبد وبين الكفر، والكفر إذا عرف يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، أن هذا هو المعهود والمعروف. الكفر يقابل الإيمان، والذي يقابل الإيمان هو الكفر الأكبر والعياذ بالله. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا دليل واضح على أن من ترك الصلاة دخل في الكفر. كذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، يعني لا فارق بين المؤمن والكافر إلا هذه الصلاة. هذا معروف بعد الشهادتين وبعد التوحيد، ما العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا دليل واضح أنه أن من ترك الصلاة فإنه لا فارق بينه وبين الكفار. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات الخمس كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني يحشر مع نظرائه من رؤوس الكفر. فكونه يحشر مع رؤوس الكفر هذا دليل على كفره وشدة كفره، وأن كفره ليس كفرا عاديا وإنما هو كفر شديد والعياذ بالله. حشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال العلماء والحكمة في حشره مع هؤلاء أن هؤلاء هم رؤوس الكفر، وأيضا لأنه إن تركها ترك الصلاة تشاغلا بماله فهو مع قارون، يعني أصحاب الثروات الآن الذين أعطوا أموالا طائلة وشغلتهم عن الصلاة وصرفتهم عن الصلاة، هؤلاء يحشرون مع قارون الذي ذكر الله قصته إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالذي يشغله ماله وثروته وأرصدته وحساباته عن أداء فرائض الله الصلوات الخمس يكون مع قارون الذي أطغاه ماله وأعجبته ثروته واستغنى عن الله سبحانه وتعالى وبغى على عباد الله الصالحين. وإن اشتغل بملكه ورئاسته فإنه يحشر مع فرعون، وإن اشتغل بوظيفته ووزارته يحشر مع هامان. فالموظفون الذين يشتغلون بوظائفهم ومكاتبهم ولا يخرجون للصلاة ولا يصلون مع المسلمين بل يبقون على كراسيهم وفي معاملاتهم
ولا يحضرون للصلاة، هؤلاء يحشرون مع هامان وزير فرعون، موظف فرعون، وإن اشتغل بتجارته وبيعه وشرائه ومتابعة الأسواق يحشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، وإن اشتغل ببيعه وشرائه وتجارته ومتابعة الأسواق ومتابعة السلع فإنه يحشر مع نظيره أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله لم يحرم علينا طلب الرزق والبيع والشراء ومزاولة التجارة بالطرق الصحيحة السليمة والمكاسب الطيبة، بل ذلك مما أمرنا به ومما نستعين به على طاعة الله، وإنما حرم علينا أن نشتغل بالتجارة ومزاولتها عن أداء الصلوات في مواقيتها مع الجماعة في المساجد، هذا هو الذي حذرنا الله منه. أما أننا نجمع بين المصلحتين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، جمع بين مصالح الدنيا والآخرة، ولا يطغى هذا على هذا. هذه صفة المؤمنين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يقل إنهم لا يبيعون ولا يشترون، يجلسون في المساجد طول وقتهم، لا، ولكنهم يبيعون ويشترون، فإذا حضرت الصلاة خفضوا موازينهم وأقبلوا على الصلاة. لو كان الميزان بيده ما يستمر، بل يخفض الميزان ويقبل على الصلاة، فإذا انتهت الصلاة جاء إلى عمله. هذه صفة أهل الإيمان. ومعلوم أن الصلاة لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار ما دام عقله باقي. الصلاة لا يسقطها أي عذر من الأعذار ما دام العقل موجودا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان. يسيرون في الطريق مع مشقة السفر وبعد المسافة، إذا حانت الصلاة يصلون، لكن بصفة شرعها الله سبحانه وتعالى، شرع للمسافر قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير إذا جد به السير، وشرع للمريض أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وشرع للخائف أن يصلي على صور تتناسب مع أحواله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان. يصلي على حسب حاله، ماشيا على قدميه أو راكبا على سيارته أو دبابته أو أي مركوب أو طائرته، إذا حان وقت الصلاة وهو لا يستطيع أكثر من هذا فإنه يصلي على حسب حاله، وإذا كان خائفا يصلي على حسب حاله، ماشيا أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، إذا كان فارا من عدوه وهاربا من عدوه فإنه يصلي إلى الجهة التي هرب إليها من عدوه، لأن هذا منتهى طوقه ومقدوره، ولو وقف وصلى ربما أدركه عدوه، فيصلي على حسب حاله، فرجالا أو ركبان. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقل الإنسان باقيا وشعوره باقيا. نعم، إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو جنون فإنه يرفع عنه القلم مدة فقدان عقله، لكنه إذا تيقظ وانتبه وزال عذره يصلي. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فإذا زال العذر وجب عليه أن يصلي. إذا استيقظ من النوم، غلبه النوم ونام ولم يستيقظ إلا في وقت آخر، يصلي في الحال: وأقم الصلاة لذكري. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار، وإنما يصلي الإنسان على حسب حاله وعلى حسب مقدوره، إلا ما أسقط الله عنهم
الصلاة كالحائض والنفاس مدة الحيض والنفاس، فهذا لحكمة إلهية تخفيفا عن هذه المرأة التي يعتادها هذا الشيء في عمرها كثيرا، فخفف الله تعالى عنها مدة الحيض ومدة النفاس. أما الرأي الثاني في تارك الصلاة تهاونا فهو قول من يرى أنه لا يخرج من الملة ولكنه يكفر، هم لا يقولون إنه لا يكفر بل يكفر كما جاء في الأحاديث، يكفر لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، ولكن جريمته كما ذكرنا في مطلع كلامنا جريمته أشد من جريمة الزنا وشرب الخمر والسرقة والزنا وقتل النفس، وإثمه أشد. ولهذا الجمهور من أهل العلم الذين يقولون بكفره والذين لا يقولون بكفره إذا تركها تهاونا يقولون إنه يقتل يجب قتله، حتى الذين قالوا إنه لا يكفر الكفر الأكبر قالوا يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن عند من يرى كفره وخروجه من الملة يقتل مرتدا، ومن يرى عدم كفره وعدم خروجه من الملة يقول هذا يقتل حدا. وعلى كل حال عند الجمهور من أهل العلم يرون وجوب قتله إذا تمرد وأبى أن يصلي، فليس معنى قولهم إنه لا يكفر إنه يكرم وإنه يعزز وإنه يترك، لا، بل يؤخذ ويلزم بالصلاة، فإن أبى وتمرد فإنه يقتل عند الجميع، أما قتل ردة وإما قتل حد. وذهب قليل منهم أي القائلين بعدم كفره إلى أنه لا يقتل لكنه يحبس حتى يموت، يحبس، هذا مذهب الحنفية أنه يحبس حتى يموت. إذن عرفنا من هذا أنه مجرم عند الجميع، وأنه لا يجوز أن يترك يسرح ويمرح في أرض الله وبين عباد الله وهو متمرد على الله سبحانه وتعالى. كل هذا مما يدل على أهمية الصلاة في الإسلام وعظمتها في الدين ومكانتها عند علماء المسلمين، جعلنا الله وإياكم من المصلين المحافظين على صلواتهم المداومين عليها الذين ينالون الفردوس والخلود فيها ويكرمون في الجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان في موضوع التخلف عن الصلاة في بيان عظمتها وحكم من تخلف عنها جاحدا أو متهاونا، وقد وفق وفى المقام حقه وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن الموضوع عظيم وجدير بالعناية، والواجب على المسلمين التواصي من العناية بالصلاة والمحافظة عليها والتعاون على ذلك، لأن المصيبة عظيمة اليوم في تخلف الكثير من الناس عن الصلاة، إما عن جميع الصلاة الخمس وإما عن بعضها، وتخلف الكثير أيضا عن أدائها في الجماعة، وهذا بلاء عظيم منكر كبير وظاهرة سيئة يخشى أن يقع بسببها عقوبة عامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس بخير ما تعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق وصدقوا في ذلك وصبروا، فإذا تكاسلوا وتهاونوا بوقوع المنكرات ولا سيما المنكر الذي يلتحق الكفر فإن الأمر يكون عظيما وخطيرا على الجميع. وقد سمعتم في المحاضرة ما يشفي ويكفي في بيان حكم تارك الصلاة وبيان عظمتها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام، ومن تركها فقد أضاع دينه، والله جل وعلا في كتابه الكريم أكثر من ذكرها في مواضع كثيرة، تارة بالأمر بالمحافظة عليها وطورا بالأمر بإقامتها وطورا بالوعيد لمن تخلف عنها، وتارة بالثناء العظيم على من حافظ عليها ووعده بالجنة والكرامة والفردوس الأعلى. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة بين حكم هذه العبادة العظيمة وأوضح كفر من تركها وتخلف عنها. وسمعتم من الآيات والأحاديث ما يشفي ذا القلب السليم والرغبة في الخير، ويبين عظم الخطر لمن تهاون بها وتساهل بها،
وسمعتم قوله تعالى ما سلكه في سقر، سؤال أهل النار وأنهم يجيبون عن هذا السؤال لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين، بدأوا بالصلاة، وأن أسباب دخولهم النار أمور متعددة بدأوا بالصلاة منها، وأن من أسباب دخولهم أنهم ليسوا من المصلين. وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه من مسلم في صحيح. والكفر والشرك إذا عرف المراد بذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية. من لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركوا كفر غير الصلاة، يعني كفر أكبر، هناك أشياء تركها كفر لكن كفر أصغر، لكن لم يروا أن شيئا تركوا كفر إلا الصلاة لعظم شأنها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة يوما من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا من أوضح الدلالة على كفره، نسأل الله العافية. ولم يقل جحد وجوبها، لم يحافظ، إذا كان يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء صناديد الكفر ورؤساء الكفر فرعون وهامان قارون وأبي بن خلف، وحديث صحيح. وهذا يشير كما قال الذهبي رحمه الله إلى أن من شغلته الرياسة عن الصلاة شابه فرعون فيحشر معه، ومن شغلته الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، ومن شغلته الأموال والشهوات شابه قارون تاجر بني إسرائيل وغني بني إسرائيل الذي شغله ماله وتكبره عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام حتى خسف الله به وبداره الأرض فكان من الهالكين. وهكذا من شغله بيعه وشراءه ومعاملاته عن الصلاة كأبي بن خلف يحشر معه يوم القيامة، وهو من كفار أهل مكة قتل يوم أحد قتله النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذه النصوص العظيمة نسمع ونرى ويخبرنا من لا نحصي عن كسل الكثير عن أداء الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر، فما أكثر من يشكى في تركها وعدم أدائها بكلية، فإذا قام ذهب إلى عمله تاركا لها متناسيا لها، فإن كان فيه بقية خير صلىها بعد الشمس بعد خروج وقتها. وكثير يترك الجميع ولا يصلي إلا يوم الجمعة إما نفاقا وإلا لغير ذلك، وبعضهم لا يصلي إلا من رمضان إلا رمضان، كيف يكون الإسلام؟ أين الإسلام؟ وأين الدين؟ وأين خوف الله سبحانه وتعالى؟ أما من جحد وجوبها وأنكر وجوبها هذا مفروغ منه، قال أن جميع أهل العلم كافرون إجماعا بأجمع من قال إنها غير لازمة وغير فريضة ولو صلى مع الناس، من قال إنها غير لازمة ولو صلى مع الناس فهو كافر بإجماع المسلمين. وسمعتم أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن تركها تهاونا يكون أتى بكفر عظيم، لكنه كفر دون كفر، وأن معصيته أعظم من معصية الزاني والسارق وشارب الخمر ونحو ذلك، لكن يكون ليس كافرا كفرا أكبر. وهذا وإن قاله جماعة من العلم لكن قول ضعيف، قول مرجوح، مخالف الأدلة الشرعية، مخالف النصوص دالة على كفر تارك الصلاة، نسأل الله، وأن كفره كفر أكبر. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، قال يا رسول أفلا نقاتله؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. في اللفظ الآخر قال ما إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، فجعل ترك الصلاة كفرا بواحا قد قام عليه البرهان، يستحق أن يعزل الملك أو الرئيس الذي يتولى أمور المسلمين من أجله ويخرج عليه. قال لا، لا تخرجوا عليهم بالسلاح، ما أقاموا فيكم الصلاة. والله لا قليل لا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان، فجعل ترك الصلاة من كفر البواح الذي قد قام عليه البرهان، يسوغ للأمة أن تخرج على رئيسها لإزالة ولايته لترك الصلاة وعدم مبالاته بها. والحاصل من هذا والخلاصة أن الواجب علينا جميعا التعاون على هذا الأمر، ما
والتواصي بالمحافظة على الصلاة في الجماعة والعناية بها بأوقاتها، وأن لا يصلي يصلي في البيت ويصلي مع الناس. بيوت كثيرة بجوار المساجد لا يعرفون المساجد، كيف يكون الإسلام؟ كيف يكون الإيمان؟ يقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم بها، يعني في الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة إلا من عذر. ويقول له رجل: نعم يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام إلى الصلاة في المسجد، فهل لي من رخصة؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم الصحيح. اللفظ الآخر: لا أجد لك رخصة. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يستنيب يصلي بالناس ويتوجه إلى رجاله من الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة في الجماعة، ولم يقل لا يصلون، قال: لا يشهدون الصلاة، يعني في المسجد، فلم يعذرهم بصلاتهم في البيوت، قال: لا يشهدون الصلاة، يعني عنده مع المسجد. فالأمر عظيم، والواجب التكاتف والتعاون على البر والتقوى، على الوالد وعلى الأخ الكبير وعلى العم وعلى النساء، التعاون فيما يتعلق بالأولاد والعناية بالصلاة، فأبوهم وأمهم وإخوانهم الكبار وأعمامهم وجيرانهم. والواجب على الجيران أيضا التكاتف في هذا، إن رأوا من جارهم تخلفا يزورونه، مو بأحد يزوره، يزور جماعة، يزور جماعة، ويقول: يا عبد الله اتق الله، ما نراك في المسجد، يا عبد الله راقب الله. هذا عمل أهل النفاق، لعله يستحي، لعله يقدرهم فيصلي فيكون لهم مثل أجره، ويهديه الله على أيديهم، ويحصل لهم بهذا الخير العظيم والأجر الكبير. الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام يقول: فليبلغ الشاهد رأيه، خطب إذا ذكر قال: فليبلغ الشاهد رأيه. ويقول: نظر الله رأى سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب مبلغ أو عام سامع، أو قال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لا من فقه منه. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يأمر الناس يبلغوا من وراءهم، لأن هناك من يحضر وهناك من لا يحضر المواعظ الذكر. فإذا حمل الحاضرون البلاغ إلى من غاب تشاركوا في الخير وتعاونوا البر والتقوى وتواصوا بالحق. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، ووفق ولاة الأمور لكل خير وأعانهم على كل خير، ووفق القائمين بالحسبة لما يرضيه ولما يهدي الله به عباده، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين. وجزاء أخانا فضل الشيخ صالح عن كلمته ومحاضرة خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.